مابيك، وهل ما تفعلونه تسمونه ثورة ضد الظلم؟ أجل، لنسترد بعضا من حقوقنا. وهل من ظلمك وسرق مالك هو صاحب القافلة؟ صاحب القافلة هو الخليفة وليس الرجل. ما بكما؟ دعنا وحدنا. أنا أسمعك. نحن تحولنا إلى لصوص بدل أن نكون ثائرين، والناس تتعاطف مع الثائر وتحارب اللص. هل قتل أبي لأنه كان لصا أو قاطع طريق؟ أحيانا تتداخل الأمور بين الثورة واللصوصية. إن كان هدفنا مقارعة بني أمية وإسقاط ملكهم، فما تفعلونه لا يحقق ذلك. نحن نعمل لهدف محدد، وكل ما نفعله لتحقيق ذلك. لقد جئتكم لأثر لدم أبي وبيتنا الذي يحترق، وبداخله والدتي وأخي وأختي. أنا لست هنا من أجل شاة ولا بعير. جئتنا وما زلت ضيفا، لن تستطيع أن تغير شيئا من قناعتنا. أهلاً وسهلاً بك يا أبا المستعيل. أهلاً وسهلاً. أتعلم يا أبا وائل، حين نمر من قريتكم حصاني يأخذ طريقه إلى باب بيتك. أهلاً وسهلاً بك وبحصانك، حللت أهلاً ووطئت سهلاً. تفضل تفضل. وراءك يا أبا المستهل. ورائي ما لا يسر ولا يطمئن. أفصح. بصراحة أنا هارب من جند الخليفة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا عليك، أنت هنا بأمان الله. من أخبار عن صخر يا خالة؟ ليس بعد يا حبيبتي، ولكن قلبي مطمئن ويحدثني على أنه بخير. إن صخرا بخير، هو بخير. الحمد لله، الحمد لله أنه بخير، وما دام حيا سيعود يوما. صخر سيعود يا أخي، وأنت ستبقى معنا، وأنت يا خديجة تبقين معنا، أليس كذلك؟ ما بك يا أبي؟ منذ أيام وأنت مشتت الذهن وعلى غير حال. لا شيء، لا شيء يا ابنتي. حالك حال عاشق. إن كنت ترغب بالزواج لذهبت الساعة خاطبة لك. أنا فعلا عاشق، ولكن ليس كما تظنين، بشوق للذهاب إلى مكة للحج، ولكن أخشى عليك من البقاء وحدك. إن كان الأمر كذلك نذهب سوية إلى الحج، فوالله إني لعاشقة زيارة مكة والطواف حولها. إذن جهزي نفسك للرحيل. كم أنا فرحة يا أبي وشاكرة لك. صخر،
ألا تريد أن تبدل رأيك؟ ليس لي مكان بينكم. ولهذا الحد كرهتنا؟ ليت الأمر يكون في حدود الحب والكراهية، لكان الأمر هينا. طالما أنك مغادر لا محالة، إياك والعودة إلى البيت، ستعجل في حتفك وحتف أهلك. أنا أعرف أنهم يترصدون عودتي، وأبقوا على أهلي ليصطادونني هناك، وإلا لقتلوهم. شيماء، ماذا هناك يا جدتي؟ لقد رحل عاصم. أو كنت تعلمين؟ حتى أنت أيضا تركتني ورحلت. اللهم أسألك العفو والعافية، وأن ترد عنا شر الدنيا والآخرة، ولا تفجعني بأحفادي كما فجعت بابن هاشم. أعدهم إلي سالمين يا رب العالمين. سالمين. كل أذان صاغية. عمّا، أريد مبلغا من المال. وما حاجتك إلي؟ أريد أن أبدأ به عملي الجديد، أو لنقل أريد أن أتاجر به. لتبذره كما بذرت ثروة أبيك. ما أطلبه هو قرض وليس صدقة. أعرفك يا ابن أخي، أعرفك كما أعرف ظاهر يدي. ولو فتحت لك خزانة أموالي لذروتها كما تذروها الرياح. هذا آخر الكلام عندك؟ هو ما قلت. هل محمل الحج جاهز للمسير غدا؟ إنه على ما يرام يا سيدي. حسن، تعال يا مسلمة، تعال. لكأني أراك متعاطفا مع زيد والكميت ضد أبيك وضد بني أمية. أو تقصد ذلك فعلا يا أبي؟ انصرف. أمرك يا أبي. هناك من بأس يا أبا وائل؟ لا والله، لا والله يا أبا المستحيل، ولكنني سأكون صريحا معك. تفضل. كنت وابنتي نتهيأ للذهاب إلى الحج، فما رأيك أن نذهب معا؟ يا سبحان الله، سبقتني في الكلام يا أخي يا أبا وائل.
أنا أيضا كنت أنوي الذهاب إلى الحج، وقد أرسلت إلى أخي ورد ليوافيني هنا ونذهب سوية. إذن فلنتكل على الله. على بركة الله. جندي الأمير. أهلا أهلا بك يا أبا وائل. أهلا أهلا بك يا عمان. ما هي أخبار الأمير خالد؟ كل خير، ويقرئك السلام أيضا. وعلى رسول الله السلام، وعليه أيضا. قل لي، هل من حاجة أقضيها لكم؟ شكرا يا أبا وائل، لكن الأمير خالد أرسلنا لنتعقب هؤلاء الخارجين على الخليفة، والذين يفسدون الناس أيضا. لتأخذونهم إلى دمشق؟ بصراحة أفضل لنا أن نسلمهم للأمير، فكما تعلم مكافأته مجزية. أما الخليفة يده مغلولة قليلا. هداهم الله هداهم الله. لا يجوز هذا منهم. الرسول الكريم أوصانا بطاعة الله وأولي الأمر. أجل أجل يا عمّا. زهير، ما أخبر الطعام؟ الطعام إنه جاهز يا سيدي. أحضر مع زهير الطعام، هيا بسرعة. في الحال يا عمّا، نزلتم أهلا وحللتم سهلا. وجدت هذا الفتى يتجسس علينا. من أنت أيها الفتى؟ أنا عاصم بن هاشم. هاشم الأعرج؟ نعم، هاشم الحداد، وصخر أخي. نعم الأبي والأخ. أخي صخر، ألكم به علم؟ غادرنا ولا نعلم إلى أين. أين يمكن أن أجده؟ اسمع يا فتى، كلنا هنا معرضون للموت، وأنت ما زلت صغيرا ولا مكان لك بيننا. اذهب إلى حضن أمك. اخرس قبل أن دعوا الفتى يرتاح، وغدا سننظر في أمره. هيا ميمون، تفضل معي. لو أردت التقرب من الأمير لدعوته نفسه وليس جنده. أعلم هذا يا عمه، ولكن قلت في نفسي إن البيوت واحدة، وخشيت إن أخذتهم إلى بيتي وعلمت أنت بالأمر تقول إن ابن أخي قد تجاوزني. تضع نفسك في مقام ابن زياد؟ معاذ الله يا عمه، العين لا تعلو على الحاجب. ما عنيت هذا بكلامي. لا تعد مثلها مرة أخرى، فهمت؟ السماء والطاعة. بسم الله وبالله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم إني أوكلت إليك نفسي، وإليك فوضت أمري، وعليك توكلت يا رب العالمين. ما الأمر الهام والخطير الذي يستدعي وجودنا في هذا المكان والزمان يا طلحة؟ أريدك في مهمة، إن أنجزتها لي أعطيتك
أعطيتك الكثير من المال. ما هي؟ أريد منك أن تجمع لي 5 من الرجال من شذاذ الآفاق، لا يهابون شيئا وقلوبهم ميتة. ولأي شيء تريدهم يا طلحة؟ إن أردت المال يا صاحبي فلا تسأل. إذن في الغد في نفس المكان والزمان يا طلحة. بما عجز عنه جنودك وعسسك يا مولاي. اختصر وقل ما عندك يا طلحة. الكميت يا مولاي، أعرف أين هو وإلى أين سيذهب. الكميت؟ اسمع يا طلحة، سأضاعف العطاء لك هذه المرة. أين هو؟ من؟ ابن زياد. تأخرت كثيرا، لقد ذهب إلى الحج. ذهب إلى الحج؟ من دون أن يودعني؟ أعذره يا مسمد، أعذره، باعتبار أن المقام بينكما واحد. أعلم. النسر ذهب والغراب قلبه من حطب، واليمامة كحلة وثكلة، وقلبها قد صلب. أنا جائع، أطعمني. ماذا تريد أن تأكل، لحما أم دجاجة؟ كل شيء. حسنا. فيما بعد يا حفص. أريدكم أن تهاجموا قافلة حجاج بعينها، وسأدلكم عليها. اقتلوا كل أفرادها، والغنائم حلال عليكم، وأنا سأجزل لكم العطاء.
أمرت الجنود بتهيئة القافلة يا مسلمة؟ نعم يا أمير المؤمنين، القافلة جاهزة وتنتظر أوامركم. أيام قليلة ونصل مكة. لا يقطع وحشة هذا المكان إلا شعر من أبي المستهل، على أن يكون جديداً لم يسمعه أحد من قبل. والله صدقت، هات أسمعنا جديدك يا أخي. هيا لا تتعجل جديدي يا ورد، فقد أليت على نفسي ألا يسمع جديد شعري أحد قبل أن يسمعه الإمام الباقر بإذن الله عند وصولنا إلى مكة. لا بأس لا بأس، ننتظر. والآن أسمعنا شعرا يؤنس وحدتنا في هذا المكان، هيا. حسنا. كأن حسينا والبهاليل حوله لأسيافهم ما يختلي المتقبل، وغاب رسول الله عنهم وفقده، على الناس رزء ما هناك مجلل، فلم أرى مخذولا أجل مصيبة وأوجب منه نصرة حين يخذل. الله الله يا أخي. سيدي سيدي، جند الخليفة. خليفة؟ ورد. نعم. خذ خيلك وانطلق، وسنلتقي عند الصخور السود. ولكن افعل ما قلت لك. هيا هيا. حاضر. لمن هذه القافلة؟ قافلة عتبة بن عمران بن زياد المكنى بأبي وائل صاحب قرية الخرشوف. سمعنا أنه معكم طلبة الوالي. وأين هي؟ هذه القافلة أمامك، فتشها إن شئت. قافلتك لا تفتش يا أبا وائل. يا أبا وائل، لا آمن على قافلتك إن بقيت معكم. ولكن الأمر قد انتهى على خير كما رأيت. لا أظن أن قدومهم إلى هذا المكان جاء بمحض الصدفة، ثم ماذا لو حدث لكم سوء؟ أنا لا أريد أن أشرككم معي في الخطر. يا أبا المستحيل، سلمت الأمر لصاحب الأمر، لكنني أعدك يا أبا وائل، إذا عدنا من الحج سالمين بإذن الله أن آتي لزيارتك في أقرب وقت. السلام عليكم. أستودعك الله. هيا أيها الرجال، تفعلان أيها المخبولان؟ رأيت أن أختبر قوة ضيفنا الجديد. سأكون عونا لكم،
فأبي قد علمني المبارزة منذ صغري، متى أشير سيفي ومتى أغمده. إذن أهلا بك بيننا على السراء والضراء. أتعرفين يا روضة، كل ما أنا فيه دون هشام لا يساوي شيئا، وآمل أن يؤول هذا كله لابني مسلمة من بعد أبيه. ومن لهذا الملك بعد مولاي هشام أطال الله في عمره غير مولاي مسلمة؟ ألم ترسلي محروسا حيث أمرتك أن يذهب؟ أجل يا مولاتي، ويجب أن يكون على وصول. آمل أن يأتيني بما يثلج قلبي لأضمن الخلافة لمسلمة من بعد أبيه، وأبعد ذلك الأحمق السكير. هل من أخبار عن خراسان؟ لقد جاء الرسول البارحة ولم أرغب في إزعاجك يا أبي. أين الولاة؟ أين هؤلاء الذين أدخموا من مال بيت المال من هؤلاء المتمردين على طاعتنا؟ كنت أسمع بهذه الفتن في خراسان منذ عزل أبي رحمه الله بكير بن وشاح التميمي. مسلمة، اكتب لأسد بن عبد الله القسري ليتولى شؤون خراسان وليحكم قبضته عليها. لن نسمح لأحد خارج على طاعتي أن يتطلع إلى خلافة المسلمين. قضي الأمر. تقبل الله منا وأخلف علينا نفقتنا وغفر ذنوبنا ولا جعله آخر العهد ببيتك الحرام. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت أيها الرجل؟ وما حاجتك في مجلسنا؟ تاجر، أبيع الحنطة وأشتريها. ما أظنك تعمل بما تدعي. بلى يا سيدي، وبالشعير أيضا. إن انتظرنا عليك قليلا سيكشف لنا أنك تبيع النوى. ما خطب هذا الرجل؟ لا يعد كونه أحد العيون. جعلني الله فداك يا ابن بنت رسول الله، وأطال لنا في عمرك ومتعنا ببقائك. مولاي، من لنا من بعدك أطال الله بقائك؟ هذا والله إمامكم من بعدي.
عصم! إلى أين تذهب؟ وأنت الصيد الأسهل بالنسبة لهم؟ هل هانت عليك روحك؟ هل رخصت عليك والدتك وأختك؟ من أجلهما سأغامر برأسي، لن أتركهما هكذا فكلة ويتيمة بلا سند ولا عون يتصدق عليهما جوار. جنود الخليفة يقتلون على الشبهة، فلا تورط نفسك فيما أنت بغنى عنه. أما أمك وأختك فهما مسؤوليتنا، وهناك من يتكفلهما. ما لا تعلمه يا عاصم أن أباك كان يأتينا بنصف طعامكم ومؤونتكم، وكان صخر هو من يوصلها إلينا، فهل نحن ناكرون للجميل؟ إذن ما العمل؟ تبقى بيننا إلى أن يشاء الله ويقضي أمرا كان مفعولا. هيا ادخل واسترح وتوكل على الله. هيا. ماذا؟ لا تخافي، جرحه طفيف، سيشفى بإذن الله. لا تخافي، إنه حي وجرحه طفيف. لولا مروءتك وشهامتك لقلت إنك واحد من هؤلاء اللصوص. أنا اسمي صخر، قادني حسن حظك إلى المكان لينقذك من هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق. وأنا أدعى زينة، وهذا والدي، وكنا في الطريق لقضاء فريضة الحج، ولكن الله لم يكتبها لنا. وأين تقع دياركم؟ أبعيدة من هنا؟ مسيرة 3 أيام بلياليها من هنا، وتدعى تلة الخرشوف. أرى أن نضع والدك في الهودج ونسير في أول النهار، وتركب حصانه ونتوجه إلى قريتكم. سأرافقكم حتى منزلكم. بارك الله بك وبأمثالك، وليقدرني الله أن أرد لك ما صنعت. اسمعوا اسمعوا وعوا، هؤلاء دعاة من بني العباس جاءوا يدعونكم إلى أنفسهم. والله والله إن ظفرت بأحدكم يتبع أثرهم يؤمن بما يقولون لأقطعنه إربا إربا. أمويون أمويون ولا خليفة لنا غير هشام بن عبد الملك، أطال الله في عمره وملكه وبني أمية. الحمد لله الذي بعث محمدا بالحق نبيا وأكرمنا به، فنحن صفوة الله على خلقه وخيرته من عباده. من المتكلم يا أخي وماذا يقول؟ هذا محمد بن علي يقول إنهم صفوة الله على خلقه، ومن يوالي أعداءهم فهو عدو للدين. وماذا يقصد بأنهم صفوة الله؟ سأبين لك فيما بعد، دعني أسمع الآن. وعلى آل بيته الطيبين. لقد غدا بيت محمد بن علي مقرا لكل طالب علم وصاحب مسألة يا أمير المؤمنين. إنما يفعله محمد بن علي وولده جعفر ذنب لا يغتفر، وما يصلني من أخبارهما لا يسر، فلتأتيا بهما إلي الآن. يا أمير المؤمنين، لقد بعثت إلى إبراهيم عاملنا على المدينة ليشخصهما إلى دمشق. حسنا فعلت يا مسلمة،
لن أتغاضى عنهما ولا عن أتباعهم حتى ولو كانوا في آخر الدنيا. هما من قريش، نحن أيضا من قريش، بل نحن من أبي سفيان، من سيد في الجاهلية والإسلام. سمعت بمثل هذا، لكن ذاك زمان وهذا زمان آخر وانتهى الأمر. لم ينتهي يا صاحبي، فالطالبيون يؤمنون بأن النبي قد ترك في الناس 12 خليفة يتلو بعضهم بعضا، وأولهم علي بن أبي طالب. ولما يا مولاي قعدتم عن طلب الخلافة وتركتموها لمن هو دونكم ولا يستحقها فتؤمره الناس؟ لقد أشرت إلى الإمامة ولم أتحدث عن الخلافة، فهي شأن أهل الدنيا وأهل السياسة، وأنا لم أقصدهم. يا كميت، أذكر الله في هذه الأيام المعلومات وفي هذه الأيام المعدودات. لكنها أبيات قلتها فيكم يا سيدي، وقد ضاق صدري بكتمانها. هات نسمع ما عندك يا كميت. يا مولاتي، كلنا في بلاد العراق يعلم معزتك ومكانتك العالية لدى أمير المؤمنين، وبشفاعتك لزوجي طار صيتك عاليا، والناس ستسر منك وتعمل ما فيه رضاك عنه. رحم الله ابني هاشم وحفظك من كل سوء، ولكنني لن أخذ رغيفا واحدا إلا قرضة لحين ميسرة. هذا هو محمد بن علي، هذا الذي فتن به أهل العراق. نعم يا سيدي، هو ذا جالس يعظ الحجاج. ستذهب إليه وتخبره بما آمرك به. شكرا لك. تشكرني يا رجل؟ وأنا من يجب أن أشكرك لإنقاذك عمي؟ أنا لم أفعل شيئا ليستحق كل هذا الثناء. أنت فارس قليلا ما تجود الأزمان بمثله. من منكم أعطي الهلالي؟ أصرنا الأمر بأحدكما، وإن لم يعترف أخذناكما معا، وذهب أحدكما بجريرة الآخر. منذ عدت وأنت شارد قلق في نومك وجلوسك. لا شيء، لا شيء، كم أنت لحوحة يا امرأة، قد عدت وأنت تسألين ذات السؤال عشرات المرات. لأني أراك لا تأكل ولا تنام. هناك امرأة أخرى تشغلك عني إلى هذا الحد، تزوجها وأرحني. هذا كل ما يشغل بالك؟ وما الذي يشغل بال الزوجة غير زوجها وأولادها؟ استرح وارحمني يرحمك الله.